تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، نقدمها لكم من قناة أنيل للأخبار. ومشهد اليوم يتجه إلى أقصى الجنوب من مصر، حيث السودان الشقيق الذي يشهد انتخابات رئاسية وتشريعية تجرى للمرة الأولى في البلاد منذ انفصال الجنوب عام 2011، وسط مقاطعة كبيرة للتيارات المعارضة وتشكيك في نسبة المشاركين في الاقتراع في هذه الانتخابات. من المعروف أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير وصل إلى سدة الحكم عام 1989، وهو يتولى زمام الأمور منذ ذلك الوقت وحتى الآن. المؤشرات الأولية لتلك الانتخابات تشير إلى تقدم ساحق لهذا الرئيس عمر البشير على منافسيه 15 والذين بينهم امرأة للمرة الأولى في تاريخ البلاد تشارك في هذه الانتخابات التي من المتوقع أن تعلن نتائجها في نهاية الشهر الجاري. حول هذه الانتخابات والظروف التي تقام فيها وتداعيات نتائجها على الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان ستدور هذه الحلقة من برنامج المشهد. تابعوا معنا مشاهدينا هذا التقرير، نعود بعده لتحليل المشهد السوداني من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كونوا معنا. على قدم وساق تواصل اللجان الانتخابية في السودان عمليات فرز وعد الأصوات بمختلف الدوائر، حيث ستستمر عمليات الفرز حتى غدا الأحد على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية بكل دائرة بحضور المندوبين والمراقبين وممثلي المرشحين بالانتخابات. انتخابات تشريعية ورئاسية استمرت على مدار الأربعة أيام لاختيار 354 مرشحا للمجالس التشريعية، فضلا عن اختيار رئيس للبلاد للخمس سنوات القادمة. ويتنافس على منصب رئاسة الجمهورية بالسودان 16 مرشحا، على رأسهم الرئيس الحالي عمر البشير، مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والذي يعد أوفر المرشحين حظا للفوز بدورة رئاسية جديدة. النتائج الأولية لعمليات الفرز لأصوات الناخبين السودانيين لاختيار رئيس للبلاد للخمس سنوات القادمة أظهرت تقدم عمر البشير بفارق كبير في عدد الأصوات عن أقرب منافسيه في مختلف الدوائر الانتخابية بالولايات السودانية. كما أظهرت النتائج الأولية للدوائر الانتخابية ببعض الولايات التي انتهت بها عمليات فرز الأصوات تقدم مرشحي حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان في معظم الدوائر القومية على مرشحي الأحزاب الأخرى في معظم الولايات. تزامنا نفى رئيس المفوضية القومية للانتخابات السودانية مختار الأصم وجود مخالفات تؤثر سلبا على نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرا إلى أن جميع عمليات الفرز تتم أمام أعين المراقبين ووكلاء الأحزاب ومناديب المرشحين. كانت المفوضية القومية للانتخابات السودانية قد أكدت أن النتيجة النهائية ستعلن بشكل رسمي في 27 من شهر إبريل الجاري من خلال مؤتمر صحفي يعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وكما تابعنا هذا التقرير حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان، وقد انضمت إلينا الآن الدكتور أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الإفريقية. مرحبا بك. أهلا بك. يعني ما هي قيمة هذه الانتخابات التي تجرى بالشكل الكلاسيكي العربي وقد تكون نتائجها معروفة مقدما؟ المؤشرات الأولية تشير إلى تقدم البشير وحزبه. هي قيمتها الوحيدة أنها تعقد في موعدها، لأن الرئيس البشير قد أنهى ولايته الأخيرة، أعتقد الولاية الستة أو كذا، وطبقا للدستور السوداني فإن ولاية الرئيس هي 4 سنوات، فقد جرت بتجرى انتخابات كل 4 سنوات بغض النظر عن أن هذه الانتخابات تساهم في عملية الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة أم لا. فهو إجراء روتيني حتى يكتسب الرئيس شرعيته،
ولا تساهم الحقيقة في الحالة السودانية اللي احنا شايفينها لحالة من حالات الاستقرار السياسي، لأن الانتخابات هي آلية من آليات الديمقراطية، ومطلوب هذه الآلية لكي تعمل إيجابيا أن تكون في بيئة مناسبة من حيث ملائمة الظرف السياسي، من حيث مشاركة كل الأطراف، من حيث ملائمة قوانين الانتخابات، مباشرة الحقوق السياسية نفسها، من حيث حالة الحريات العامة، بمعنى أن يتاح للمتنافسين منافسة حقيقية على الأفكار والبرامج وكذا. وطبعا إحنا في المنطقة العربية بشكل عام هذه المسائل فيها عوار كبير. يعني هذا كان محور سؤالي القادم، تقييمك للبيئة السياسية داخل السودان، هل تفتحت إلى حد ما بعد الربيع العربي أم أنها لم تتأثر بدول؟ لا، لم تتأثر بشكل كبير. الاحتقانات السياسية الموجودة في السودان هي موجودة بفعل عوامل داخلية، والربيع العربي لم ينعكس على السودان، أو أن يعني حركة الناس في الشارع لم تنعكس على الحالة السودانية، لأن الحالة السودانية معقدة شوية، مرتبطة بأن في تنوع كبير، في تنوع عرقي وديني وثقافي، وبالتالي المجموعات السكانية في خوف كل منها من الآخر. ده جزء. الجزء الثاني مرتبط بأن الإقليم نفسه في حالة غليان، وخصوصا من تقريبا عامين، وبالتالي ده حجم بشكل عام حركة الناس في الشارع ضد اللي بيرفضوه. غليان بسبب أوضاع اقتصادية أم أوضاع؟ غليان بسبب أوضاع اقتصادية وبسبب احتقان سياسي، لأن حضرتك تلاحظ أن هذه الانتخابات لم تشارك فيها الأحزاب المعارضة المعروفة، ولم تشارك فيها النخب السياسية. حجة هذه الأحزاب لعدم المشاركة أن الرئيس قد استنفذ كل المدد الممكنة للحكم، وأن طبقا للمؤشرات الاقتصادية العالمية لم ينجح نظام الإنقاذ في أن يقدم للشعب السوداني مستوى أفضل من الحياة، كما أن الاحتقانات الداخلية والصراعات المسلحة ما زالت على حالها. طبعا دي مش مسؤولية، عشان الواحد يكون منصف، دي مش مسؤولية النظام السوداني وحده، ولكن أيضا مسؤولية أطراف مسلحة أخرى خارجية أم داخلية؟ داخلية. يعني شوف، احنا في ظل العولمة ما فيش حاجة اسمها داخلية وخارجية. في حاجة اسمها يعني ايه قنوات الاتصال ما بين الداخل والخارج، وكيفية توظيف الخارج للأزمات الداخلية. شفناه في المشهد العراقي، وبنشوفه في المشهد السوداني، بنشوفه في سوريا، وبنشوفه في اليمن. وبالتالي التفاعلات الإقليمية والمصالح العالمية والأجندات الغربية بتؤثر بشكل مباشر على كل احتقان سياسي داخلي بيتم استغلاله بشكل أو بآخر. القوى السياسية المعارضة للبشير كان عندها مطلب واحد، أو يعني كان عندها عدد من المطالب تبلورت في ما يسمى بنداء السودان، وده كان هدفه الأساسي، أن يتم تشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها المؤتمر الوطني، وهذه الحكومة تشرف على الانتخابات أو حتى تؤجل الانتخابات حتى يتم تسوية الملفات السخنة الداخلية. وكان في اقتراح الحقيقة من جهات خارجية برضو للرئيس البشير أنه يخرج خروجا آمنا مقابل ويتم تأجيل الانتخابات، مقابل أن يتم حل الاحتقان السياسي في السودان. احنا عارفين أن زعماء من المعارضة كانوا معتقلين لفترة طويلة، لسه مفرج عنهم قبل إجراء الاقتراع بحوالي أسبوع. عارفين أن حالة الحريات العامة في السودان حالة مزرية، بيتم مصادرة 19 صحيفة مثلا في يوم واحد. بيتم كمان خطف بعض المعارضين وخصوصا من الشباب، وفي حالات كتير من حالات الاختفاء القسري، الأهالي ما بيعرفوش حاجة عن ولادهم. يعني حالة الحريات العامة بشكل عام حالة فيها مشكلة كبيرة. وبالتالي هذه الانتخابات، فوز الرئيس البشير الحقيقة المتوقع بتساعد فيه، أو يعني ساهمت فيه بشكل مباشر، أن المعارضة رغم أنها بلورت مطالب واضحة، لكن التوازنات على الأرض ما زالت الغلبة فيها للحزب الحاكم. أن المجموعات السكانية السودانية خايفة من بعضها،
الوسط بالتحديد خايف من الجنوب ومن الغرب، وبالتالي يعني هل لك أن تطلعين على أيديولوجية الأيديولوجية المقترنة بالمناطق السودانية؟ يعني نعرف أن الجنوب هو غالبيته من المسيحيين و لا لا ده مش صحيح، مش غالبيتهم مسيحيين ولا حاجة. الجنوب السوداني لا لا جنوب السودان، احنا متكلمش عن جنوب السودان دلوقتي. جنوب السودان على أي حال في 17% مسلمين أقل مسيحيين، وباقي السكان الحقيقة من المعتقدات الكريمة، بتسمى الكريمة المعتقدات الكريمة، هي معتقدات لا تنتمي إلى الديانات السماوية. لماذا سميت كريمة؟ كريمة وهو لأن وصف، لأن مش من المطلوب أن احنا نزدري أي معتقد لأي إنسان، يعني أنت تحترم معتقدات أيا من كان، فبتقول عليها المعتقدات الكريمة. هي لا تنتمي نحترم هذا هي لا تنتمي إلى، إذن أغلبية الجنوب ليسوا دينيين، ليسوا دينيين لا ينتمون سماوية. لا ينتمون إلى الديانات السماوية الثلاث المعروفة. الوسط، نحن احنا بنتكلم عن شمال السودان. هنا أنا بتكلم عن مخاوف، مخاوف ليست لها علاقة بالدين لكن لها علاقة بالعرق. يعني احنا عندنا شمال السودان معظمه مسلم، دارفور هم من حملة القرآن وقراء القرآن، والوسط هو نظام ينتمي للإخوان المسلمين، لكن التناقضات اللي موجودة بينهم مرتبطة بأن دارفور هي مناطق تهميش تنموي. هذا التهميش مع تراكمه على مدى تاريخ طويل أصفر عن تمردات سياسية، هذه التمردات تحولت إلى حركات مسلحة، هذه الحركات المسلحة وجدت دعما من الخارج في مرحلة من مراحل الصراع، وكانت قاب قوسين أو أدنى منها يعني تنفصل، لا مش تنفصل، إنها تدخل الخرطوم وتعمل انقلاب من الخرطوم. في فترة ما فعلا كانت هناك، بينما الوسط ده كان في مايو 2008، بينما الوسط هو ينتمي عرقيا، هم مسلمين أيضا لكن ينتموا عرقيا إلى العرق العربي، في دارفور ينتموا جزء منهم إلى العرق الإفريقي. العرق العربي لم يستطع على مدى تاريخه من الحكم في السودان، هو كان مسيطر على الحكم، أنه يدير التنوع بشكل جيد، وبالتالي أصبح في حالة من حالات الاحتقان ما بين الغرب الذي يتوق إلى ما يسمى بتقاسم الثروة والسلطة، والوسط الذي يهيمن على الحكم بشكل أو بآخر عبر فترات طويلة. فأصبح الوسط خايف من أو متوجس من الغرب اللي حاول فعلا غزوه، ومتخوف أيضا من الجنوب الجديد في السودان اللي هو ولاية النيل الأزرق وكردفان، ودي مناطق نزاع مسلح مرتبطة بالمشكلات المترتبة على استقلال جنوب السودان. وأنا أفضل الإعلام المصري يستخدم كلمة استقلال جنوب السودان مش انفصال السودان، لأن استقلال جنوب السودان بالضبط، لأن ده هذا الإجراء تم طبقا ل تقرير مصير، استفتاء تقرير مصير، وشعب جنوب السودان يعني قال بإرادته الحرة أنه يريد أن ينفصل، وبالتالي علينا أن نحترم هذه المسألة ونقول أن هذه البلد بلدا قد استقلت عن البلد الأم. قد تحمل كلمة استقلال نوع من الإهانة للدولة الأم أنها كانت محتلة. شوف الخط الاستراتيجي المصري، لا شوف الخط تفضل. الاستراتيجي المصري المعلن من أكثر من 5 سنين، وضل يعني تلبية أو استجابة للمصالح المصرية، إن العلاقات المصرية السودانية بدولتي السودان في شمال السودان وجنوب السودان تكون علاقات متوازنة. يعني إحنا لا ننحاز إلى دولة شمال السودان على حساب دولة جنوب السودان، والعكس بالعكس. إحنا لدينا مصالح لدى البلدين، والبلدين لديهما مصالح لدينا. جنوب السودان احنا مع شعب جنوب السودان حتى تحت في ظل الدولة الأم أو تحت مظلة الدولة الأم اللي هي السودان الكبير، كان لنا علاقات متميزة به. مصر عملت أول مدرسة في جنوب السودان سنة 47، مدرسة ثانوية. مصر دايما كانت بتدي منح لشعب جنوب السودان، لأبنائنا في جنوب السودان عشان يدرسوا في الجامعات المصرية وأيضا في شمال السودان، وبالتالي احنا الخط الاستراتيجي المصري ان احنا علاقاتنا تكون متوازنة، وخصوصا وان جنوب السودان والسودان ذاته هو بوابة مصر الإفريقي.
يعني لا يمكن أن نمارس نوع من أنواع التعالي على السودان وخصوصا من جانب الإعلام، ونتوقع أن احنا ننجح في علاقات المصرية الإفريقية. سنعود إلى هذه النقطة لأنها نقطة هامة جدا، ولو أنها خارج موضوع الانتخابات السودانية، ولكنها نقطة هامة جدا وظهرت بوضوح في أزمة سد النهضة التي لم تصبح أزمة الآن. انضم إلينا الآن عبر الهاتف مراسل النيل خالد هاشم من الخرطوم. مرحبا بك خالد، وكيف تسير العملية الانتخابية حتى الآن؟ طبعا فرد الأصوات بدأ منذ أمس، فرد الأصوات الناخبين بدأ منذ أمس الجمعة الساعة 8 صباحا، ولكن عملية التصويت استمرت حتى أمس الجمعة في بعض المراكز الانتخابية في ولاية الجزيرة وسط السودان، بسبب أن مراكز الاقتراع في هذه الولاية فتحت أبوابها متأخرة حوالي يومين لعوائق لوجستية حالت دون وصول أوراق ومعدات المراكز التصويت في الوقت المحدد لبدء عملية الاقتراع يوم الاثنين الماضي. ولكن في معظم وغالب ولايات السودان بدأت عمليات الفرز وانتهت كثير من هذه العمليات. مثلا في ولاية الشمالية فاز أحد المرشحين المستقلين بالدائرة رقم 2 القومية، وفي ولاية هرديل أيضا في شمال السودان فاز مرشح مستقل بدائرة قومية. هاتين الدائرتين كان فيهما شد وجذب كثيرا خلال الحملة الانتخابية، وفوز ناخبين مرشحين مستقلين في هاتين الدائرتين يعطي مؤشر لوضع الحزب الحاكم في عموم السودان. يصدر الملاحظة أن نسبة التصويت وفقا لما قال به رئيس بحثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة هذه الانتخابات أوبوسانجو، أن نسبة التصويت بلغت حوالي 30 إلى 35%، وهي نسبة تعد متدنية. ولاحظنا أن وخلال تغطيتنا لعملية الاقتراع في عدد من مراكز العاصمة الخرطوم أن نسبة التصويت في الأيام الأربعة للتصويت لم تتجاوز 11% في غالب ومعظم. طب خالد، يعني دعنا من الشكل الأكاديمي أو الشكل الإحصائي للانتخابات، كيف رأيت أنت إقبال الشعب السوداني؟ كيف رأيت الأجواء التي تجرى فيها هذه الانتخابات؟ هل هي أجواء متفائلة أم أجواء متشائمة أم أجواء انعزالية؟ يمكن ينطبق عليها الوصف الأخير، الأجواء الانعزالية. هذه الانتخابات لم تحظى بزخم مثل سابقتها انتخابات 2010، ربما الأسباب كثيرة، ولكن السبب الرئيسي أن هناك نوع من أو قدر من الإحباط من الشارع في الشارع السوداني من أن هذه الانتخابات لن يحدث فيها تغيير حقيقي، لأنها لم تخلق. تفضل. فيما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل خالد هاشم مراسل النيل، كان معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا له. قد نعاود الاتصال به في وقت لاحق. دكتورة أماني، يعني هو يتحدث عن فوز بعض المستقلين مما يؤشر لأن هناك منافسة قد تكون قوية للحزب الحاكم، ويتحدث عن أجواء محجمة أو انعزالية من قبل الشعب طبعا السوداني. لأن هو الحقيقة المؤشرات ضعيفة جدا، لأن هو لو الاتحاد الإفريقي بيتكلم على 35%، فإحنا بنتكلم على 4 مليون ناخب من حوالي أكثر من 32 مليون نسمة، فدي نسبة متدنية جدا. ولو بنتكلم على 11% في الخرطوم فدي كارثة. احنا بنتكلم على هي قلب الأمة السودانية، وهي معظم السكان، لان احنا بسبب ظروف التهميش التنموي معظم السكان موجودين في الخرطوم، يعني الولاية الشمالية تقريبا هي ولاية فاضية. فاحنا اذا كنا بنتكلم على المؤشرات اللي بيقولها الزميل من الخرطوم،
فدي الحقيقة مؤشرات كارثية لحجم المشاركة، والحقيقة ما تديش أي شرعية لأي حد، لا للرئيس إذا كان سوف يفوز ولا للمستقلين حتى. طيب كنا قد توقفنا عند نقطة ولكنها بعيدة نسبيا عن الانتخابات السودانية، ولو إنها قد تكون متعلقة، كيفية إدارة ملف العلاقات الخارجية بالسودان منذ ثورة يناير 2011، كيف تقيمي؟ هل مصر ناجحة في إدارة هذا الملف الذي فيما يبدو أنه يسوده بعض الارتباك، خاصة مع عدم ليونة السودان في أزمة سد النهضة؟ شوف، طبعا العلاقات المصرية السودانية فيها حساسيات شديدة وفيها مشكلات كده شديدة، لكن أنا أتصور أنه رغم أن مصر أيضا كانت تعيش حالة من الارتباك قبل 30/6، لكن أنا أتصور أن إلى حد كبير كانت مؤسسات الدولة المصرية ناجحة في إدارة العلاقات. إحنا عارفين طبعا أن السودان في فترة حكم الرئيس السابق مرسي كانت ربما قد أعطت نصائح لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، كانت نصائح كارثية، لأن هم مشوا على الكتالوج السوداني بشكل أو بآخر في السعي نحو التمكين المطلق للإخوان المسلمين في الدولة، وده أثار حفيظة طبعا المصريين بشكل كبير، وهو اللي أنتج في حقيقة الأمر 30/6. طبعا الانتماء الأيديولوجي لنظام الرئيس البشير المنتمي إلى الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر، رغم أنه هو يعني الإخوان المسلمين في مصر في السودان خدت أكتر من شكل، من جبهة الميثاق للإنقاذ الوطني للجبهة القومية الإسلامية، تطورت عبر أكتر من شكل وعبر أكتر من مسمى، لكنهم في النهاية ينتمون إلى الإخوان المسلمين، وده كان سبب لدعمهم لفترة حكم مرسي والحزب الحرية والعدالة بشكل أو بآخر، سواء بالنصيحة وفي بعض الأقوال بتقول بالمال، لكن سرعان ما استدار النظام السوداني دورة كاملة بعد 30 يونيو لما توازنات القوى في مصر تغيرت ليعقد شكل من أشكال التوافق مع النظام السياسي الجديد، وخصوصا أن شخصية الرئيس السيسي الحقيقة يعني كطابع شخصي حسب ما وصلني من الوفد الرئاسي اللي كان مع الرئيس البشير كان له أبلغ الأثر في أن يتم تجاوز المأزق اللي كانت فيه العلاقات المصرية السودانية على وقت الإخوان، أن أنت بتقابل نظام حاكم في السودان كان مواليا للإخوان، لكن الحقيقة مصر برضو مدت إيديها للرئيس البشير ولكن يعني عملوا شكل من أشكال التفاهم، عفوا قطع، ولكن لم تكن هناك مظاهر لهذا الولاء فيما يتعلق حتى بأزمة سد النهضة التي برضو اضطررنا فيها إلى اللجوء إلى إثيوبيا. إثيوبيا هي الملجأ الأخير. دعني أقول لك أن لم يتغير الموقف السوداني. لا، لم يتغير الموقف السوداني صحيح، وفك ارتباطه بالقاهرة في قضية سد النهضة، لكن مصر برضو عندها ملفات أخرى منها الملف الليبي. مصر نجحت أنها إلى حد ما أو إلى حد كبير في حقيقة الأمر تحايد السودان في الملف الليبي، وخصوصا أنهم كانوا بيدعموا فجر ليبيا وهي القوى المنوئة للجيش القومي الليبي، وده كان بيساهم في مزيد من الاحتقان والصراع المسلح على الأراضي الليبية، وده ضد الأمن القومي المصري. أنا أظن أن احنا في النظام الدولي اللي احنا يعني بصدده دلوقتي واللي بيحصل فيه تحولات مهمة، العلاقات بين الدول مش هتبقى علاقات تحالف مطلق أو عداء مطلق، لكن هتبقى تحالفات جزئية وعداءات جزئية، بمعنى أن أنت ممكن مع دولة تتحالف معاها في القضية الفلانية أو في الإقليم الفلاني أو في البلد الفلاني أو على المصلحة الفلانية، وفي قضية تانية تمارس معاها عداء مطلق. فدي أحد سمات الحقيقة النظام الدولي الجديد اللي احنا بنشهد تحولات له في هذه المرحلة، وبنشهد صعود قوة جديدة في النظام الدولي، فلازم ناخد بالنا واحنا بنبص للعلاقات المصرية الإفريقية أو العلاقات المصرية السودانية أو حتى أي نوع من العلاقات المصرية الخارجية
ان ده بقى المنهج او السيستم او النظام اللي ماشي بيه النظام الدولي دلوقتي، وان احنا بشكل او باخر اذا ما قدرناش نضع اي دولة في خانة الاصدقاء فمش بالضرورة نحطها في خانة الاعداء، ممكن تكون العلاقة يعني ما بين بين، او ان العلاقة تحجم خسائرها بشكل او باخر. انا اتصور عن السياسة الخارجية المصرية، السياسة الخارجية يجب بشكل أن تراعي هذا بالضبط بشكل عام. لكن انا العلاقات المصرية السودانية انا اتصور انها في مرحلة معقولة مش وحشة يعني، رغم حجم التباينات بين مصر والسودان، ورغم ان هو هينظر في السودان حتى لمسألة تقييمنا للانتخابات السودانية ومجرياتها ينظر لها نظرة سلبية، يعني ان هناك خبراء مصريين ضد العملية السياسية في السودان وكذا. لكن في النهاية انا اتصور ان كل منا عليه ان يقبل الاخر بعيوبه وبمميزاته. نعم، يجب أن يكون هذا نقطة، أن تكون هذه نقطة انطلاق أي سياسة خارجية من منطلق مصالحي وأيضا تراعى. وأنا أتمنى أن الحقيقة دوائر صناعة القرار في السودان تنظر للأمر بنفس الزاوية، لأن هي دي الزاوية الحاكمة في النظام الدولي الجديد. طيب، الرئيس السوداني كان مطلوبا لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وفشلت محاولات القبض عليه، وهو يتنقل بين عدة عواصم ودول بحرية كاملة، حتى إن المحكمة أعلنت منذ بضعة أشهر أنها توقفت عن مطالبتها بتوجيه الاتهام إليه يأسا من إمكانية القبض عليه. هل تساعد هذه الانتخابات وفوز البشير في تقوية مركزه أكثر، أم أنها يعني أن هذه النقطة هي نقطة دولية يعني ليست؟ لا، طبعا تساعد على تقوية مركزه، وهي المأزق اللي وصلت له محكمة من الجنايات الدولية مأزق مرتبط بأن هي تم توظيفها سياسيا في الملف السوداني من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب مجلس الأمن، فلم يكن موقفها في السودان موقفا عدليا بامتياز أو موقفا قضائيا بامتياز، ولكنها تعرضت لأهواء سياسية هنا وهناك وتعرضت لضغوط سياسية وبالتالي فشلت في النهاية. يعني استخدمت هذه النقطة كنقطة ضغط سياسي على السودان في مراحل، في مراحل معينة وحينما تحسنت العلاقات السودانية الأمريكية أو يعني التخلي المحكمة الجنائية الدولية عن المطالبة برأس الرئيس البشير ليس فشلا في القبض عليه، لأنهم إذا أرادوا أن يقبضوا عليه فكان ممكن أن يقبضوا عليه، ولكن لم يردوا أن يقبضوا عليه لاعتبارات متعددة، منها مثلا الاتحاد الإفريقي النهاردة عنده موقف سلبي من مسألة الجنائية الدولية، لما لاحظ أن كل المطلوبين أمام الجنائية الدولية هم من الأفارقة. قد تختلف مع هذا الموقف أو تتفق، هو موقف طبعا مثير للجدل، لأن في النهاية الحكم الرشيد في إفريقيا هو الحكم غير الموجود، أو أن القادة الأفارقة لا يمارسون حكما رشيدا في إفريقيا وبالتالي رؤوسهم مطلوبة، يعني هذا ليس تمييزا ضد الأفارقة كما أرى على الأقل من وجهة نظري الشخصية، لكن بيمارس الاتحاد الإفريقي النهاردة. هو يجب على الاتحاد الإفريقي أن يدرس لماذا طالبت المحكمة الجنائية الدولية برؤوس هؤلاء. هو لم يدرس لأن إحنا هو تحيز للأفارقة عرقيا، يعني هو تحيز للأفارقة عرقيا. لماذا يطلب الأفارقة بما فيهم نحن، لأن إحنا أفارقة يعني دون أن يدرس مثلا المجازر التي حدثت في بعض الدول. بغض النظر عن مسألة الدراسة، لكن هي مسألة مرتبطة بتوازنات قوى، وأن الاتحاد الإفريقي كما هو الجامعة العربية أيضا. كما هي الجامعة العربية هي مؤسسات إقليمية لدول وليس لشعوب، وبالتالي إيرادات الحكام في هذه الحالة بتبقى إيرادات نافذة. بغض النظر عن كونها إيرادات صحيحة أو غير صحيحة. طيب، والمؤشرات الأولية تشير إلى تقدم رهيب أو كبير جدا للرئيس السوداني عن منافسيه الذين يعني هم حتى غير معروفين على يعني على الصعيد المحلي، فما بالك على الصعيد العربي. علاقة السودان بمحيطها الإقليمي، مصر والدول العربية دول الخليج، كما رأينا أن الرئيس السوداني أيد السعودية في عاصفة الحزم التي تقودها على اليمن، وهو له علاقات تقريبا ممتازة مع
السودان علاقات جيدة مع الإمارات ومعظم دول الخليج، هل تعتقدي أن هذا الأمر سيستمر بعد نجاحه أم أنه سيتطور للأفضل؟ شوف، هو السودان في المرحلة الأخيرة قفز من معسكر إقليمي إلى معسكر إقليمي آخر، لأن السودان كان عنده علاقات متميزة بقطر وبإيران. نعم. وكانت إيران تستخدم المواني السودانية لخدمة السفن الإيرانية، وكان هناك تسريبات أن بعض الأسلحة أو كثير من الأسلحة الإيرانية كانت تذهب إلى حماس عبر التهريب من الأراضي السودانية ثم الصحارى المصرية. النظام السوداني استدارة كاملة وقفز من المعسكر الإقليمي الإيراني وأيضا القطري بتجاوز يعني، وإلى المعسكر المصري السعودي الإماراتي الذي يقود النظام العربي الآن في عاصفة الحزم. هل يتطور هذا الموقف السوداني إلى حالة من حالات التحالف مع مفردات النظام العربي برؤوسه المصرية السعودية أو لا يتطور؟ أنا لا أدري، لأن حسب المتغيرات الإقليمية يولي النظام السوداني وجهه، هو يقفز من سفينة إلى سفينة طبقا لمصالحه الصغيرة والمتغيرة. مصالح النظام. النظام نعم. ليست مصالح. لا، مش المصالح الاستراتيجية السودانية. ليست من مصالح. المصالح ليست. طيب، المصالح. ما الذي قد يغير توجه النظام؟ يعني ما هي العوامل الداخلية؟ الحفاظ على كرسي الحكم والنظام الحاكم وسيطرة الحزب الحاكم، للأسف يعني كما يجري في كثير من البلاد العربية، سيطرة الحزب الحاكم على الحكم. طيب، تقييمك للعلاقات الأمريكية السودانية الحالية ومستقبلها مع هذه المؤشرات التي تدل على نجاح أو يبقى الوضع كما هو عليه؟ كما هو عليه. هو الحقيقة العلاقات السودانية الأمريكية مرت بفترات يعني من التوتر هائلة جدا، مرتبطة بأن الإدارة الأمريكية قد اعتبرت السودان بلدا داعما للإرهاب، وحتى هذه اللحظة لم يتم أن اتخذت الإدارة الأمريكية موقفا مغيرا، لكن بيتم استخدام آلية العصا والجزرة مع النظام السوداني، مرة تدعم الإدارة الأمريكية ومرة تتراجع طبقا للمصالح الأمريكية. طبعا قبضة العزلة الدولية على السودان قد خفت كثيرا في المرحلة الأخيرة، وحتى كان في قيود مصرفية على البنوك في السودان والتحويلات وكذا قد خفت كثيرا طبقا لتفاهمات مصرية أمريكية أمريكية سودانية. هو الحقيقة في تقدير موقف أمريكي وأيضا أوروبي أن بديل الرئيس السوداني أو بديل النظام الحاكم في السودان ربما يكون أطرافا أكثر تشددا وأكثر هذه تطرفا. سمة الدول التي تخير بين الدكتاتورية أم الدكتاتورية الدينية أم دكتاتوريات من نوع آخر؟ يعني في مقولة لأحد علماء الاجتماع يقول الطغاة يجلبون الغزاة، ففي مخاوف لأن في خلايا نايمة للقاعدة في السودان، في ميليشيات الدفاع الشعبي اللي رباها النظام في حكمه في حضنه، ودي ميليشيات متطرفة، في السلفيين، سلفية جهادية، جماعات سلفية، حزب التحرير الإسلامي، كل دي جماعات متطرفة. وفي ظل أن السودان كبلد فيه كمية أسلحة كبيرة جدا وفي ميليشيات تابعين لأشخاص، فانهيار المنظومة مع أضيف لسيادتكم حياة سياسية مجرفة كما حدث في مصر قبل 2011. نظام ديكتاتوري يجرف الحياة السياسية. صحيح. ويمهد الأرض الخصبة لكل هذه الجماعات بالزبط. التي فعلا صحيح. عانت مصر منها بعد ثورة 25 في مخاوف أن يكون، لأن توازنات القوى على الأرض الأحزاب السياسية الحقيقة بعد ما تم تجريف السياسة في السودان وتم إضعافها بشكل متعمد بشكل أو بآخر، كما ساهمت هي أيضا في إضعاف نفسها،
بيخلي البدائل ربما تكون غير مواتشة، أسوأ من وجود، وربما ده بيخلي حتى المعارضة حينما تطرح شعار ارحل للرئيس البشير هو شعار تتوازى فيه مع فكرة الحكومة الانتقالية. يعني هي تطلب من الرئيس الرحيل صحيح، لكنها بتطلب حكومة انتقالية حتى يشارك فيها حزب الرئيس، لأن الانتقال في السودان يجب أن يكون انتقال منتظما وسلميا ومبرمجا، لأن أي انتقال فوضوي في السودان الحقيقة بيفتح السودان على سيناريوهات من الفوضى المسلحة، وبيخلي فيه خسائر كبير جدا، خسائر مصرية كبيرة جدا على حدودها الجنوبية. إذن يبقى الوضع كما هو عليه في السودان، ودع المعارضة تتسلى كما كان يقول الرئيس الأسبق في مصر. الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي للدراسات بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. عفوا، لكن هي المعارضة ما تسلتش في مصر، وأعتقد أنها مش هتتسلى في السودان، يعني نتائج كارثية. لا يا رب، إذا يعني إذا صلح المسار السياسي صحيح في مصر، كما تقول معظم دول العالم والخبراء، سيكون هذا مقدمة لانصلاح الوضع السياسي في معظم الدول العربية. نتمنى ذلك. شكرا لك دكتورة أماني، الشكر موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، كونوا دائما مع قناة أنيل الأخبار، إلى اللقاء.